السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي قناة مطبخ آلا عامر. لو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، عشان النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا كلنا عارفينها كلنا بنعملها في البيت، بس عايزاكم تنسوا بقى أي طريقة عملتوا بيها صينية البطاطس بالفراخ وجربوا معايا طريقتي، هتطلع بطعم روعة بجد، مفيش أحلى من كده. هنعمل النهاردة صينية الفراخ بالبطاطس بطريقة حلوة جدا، هتديها طعم حلو قوي، وكمان هتطلع الفراخ مستوية والبطاطس مستوية، وهندخلها الفرن كمان تاخد بقية سواها جوه وهتاخد لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. البطاطس مستوية ازاي والفراخ كمان مستوية جدا، ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بس زي ما اتفقنا اهم حاجة لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف الطريقة عاملة ازاي. اول حاجة معايا هنا فرخة كاملة متقطعة 4 قطع، تقدروا تقطعوها 8 او اي تقطيع انتوا عايزينها، ممكن كمان تستخدموا اوراق الفراخ بس على حسب ما انتوا حابين. طبعا انا غسلها كويس جدا ومنضفاها، وعندي كمان بطاطس، البطاطس مقطعه حلقات مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، يعني الحجم الوسط اللي انتوا شايفينه ده. انا غسلها كويس برضو ونقعها في ميه عشان لونها ما يغمقش. بالنسبه للصلصه بقى انا مستخدمه هنا قرن فلفل رومي و3 طماطميات، دول مطلعهم من الفريزر بداوا يفكوا شويه، ومعايا كمان بصلايه متوسطه متقطعه اي تقطيعه، و3 فصوص من الثوم المفرومين. معايا كمان لصينية البطاطس بصل متقطع حلقات، صينية البطاطس بتحب البصل جدا. معايا كمان ثوم مفروم تاني غير اللي انا هعمل بيه الصلصة، معايا كمان معلقة صلصة عشان هضربها مع الخليط بتاع العصير، وبهارات فراخ معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة من الحبهان الباودر والملح، ومعايا كمان فلفل اسمر على حسب ما الوصفة تاخد معايا. ده الحبهان الباودر بيبقى مطحون كده، بحب استخدمه جدا في الوصفات اللي زي دي، ما بحبش احط الصحيح بحب احطه في الشوربه او مع اللحوم اكتر. اول حاجه هعملها ان انا هتبل البصل اللي هعمل بيه الصينيه نفسها، مش اللي هيخش في العصير. العصير لما تحطوه له، عصير الطماطم العادي لما تحطوا له قرن الفلفل والثوم والبصل هيدي طعم تاني خالص للصلصه بتاعه الطبيخ، هيفرق جدا في طعمها. البصل بقى حطيت عليه ملح وبهارات الفراخ، وهحط كمان الحبهان الباودر، وهحط رشه بسيطه من الفلفل الاسمر. الفراخ وهي على النار هزود لها فلفل اسمر تاني، لان انتوا عارفين اللحوم عامه بتحب الفلفل الاسمر جدا، اثناء الطبخ بيليق عليها قوي كمان في الاكل، وبتضيع اي زفاره موجوده فيها. اهم حاجه بقى في الخطوه دي ادعك البصل بكل البهارات بتاعتنا دي، الخطوه دي مهمه جدا، بتخلي البصل يطلع كل الميه والنكهه اللي فيه، وبيتبل الفراخ بالطعم بتاعه كده، فبيفرق قوي عن ان انتوا تحطوه صحيح زي ما هو بعد التقطيع، لكن دعكه كده بجد بيدي طعم ونكهة تانية خالص. هتبل بقى الفراخ بالبصل اللي احنا تبلناه ده، وبرضو هدعكه في الفراخ كويس قوي، عايزة الفراخ كده تمتزج بالطعم البصل وبالتوابل اللي احنا حطيناها. تقدروا كمان تعملوا الخطوة دي قبل التسوية بتاعة صينية البطاطس قبلها بيوم، لو حابين تتبلوا الفراخ بالبصل ليلة كاملة مثلا في التلاجة، او مثلا قبل الطبخ بساعتين لو انتوا مثلا هتحضروا للغدا قبلها بساعتين او بوقت كافي، طبعا هيدي نتيجة افضل بكتير. انا دعكت الفراخ، وطبعا الفراخ عندي مغسولة، باذن الله اعمل لكم فيديو عن غسيل الفراخ، زي ما انتوا شايفين كده ما فيهاش اي زفارة ولا لون دم ولا اي حاجة من اللي احنا ما بنحبهاش دي. بالنسبة بقى للصلصة هبدا اقطع كل الحاجات اللي معايا دي اي تقطيعه انتوا عايزينها، مش هتفرق اللي احنا هنعملها في الخلاط. الفلفل تقدروا كمان تضيفوا له فلفل حامي بيدي طعم حلو جدا، بس لو عندكم اطفال ابعدوا عن الفلفل الحامي، حطوا الفلفل اللي هو الكوبي ده. هقطع الفلفلايه هحطها كلها، بجد هتفرق جدا، جربوا الطريقه دي باذن الله هتعجبكم قوي قوي. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها تقطيع اي حاجه يعني اي شكل. البصل برضو حطيته، بدي بصلايه متوسطه، وده الثوم المتفرزن اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده في موسم الثوم، هحط تقريبا قد معلقه كبيره. والطماطم بدات تفك معايا اهو، هحطها برضو زي ما هي كده، هحط ميه بسيطه جدا تقريبا بتاع نص كوبايه كده، عشان انا ما بحبش السوائل تبقى كتير في صينيه البطاطس، عايزين نعمل حساب ان يعني نحط شويه ميه بس يغلوا ويتسبكوا، لما تنقص الميه يبقى معايا صوص الصلصه تقيل شويه في صينيه البطاطس مش خفيف. هنزل كمان بمعلقه بيوريه طماطم ونص كوبايه من الميه زي ما اتفقنا، هضرب كل ده في الخلاط.
هيبقى جاهز معايا. وكده انا كل حاجه الصينيه عندي جاهزه، البطاطس والصلصه والفراخ، وعندي كمان فصين التوم اللي انا فرمهم برضو شايلهم على جنب، دول هنستخدمهم في اخر حاجه خالص في الصينيه. عندي حلة على النار حاطه فيها معلقتين كبار من الزيت ومكعب من الزبده، اهم حاجه ان انا اسيبهم يسخنوا كويس قوي، هستنى الزبده تسيح وبعد كده تسخن كويس جدا عشان عايزه اشوح الفراخ. تشويح الفراخ او اللحوم زي ما اتفقنا لازم يكون الماده الدهنيه بتاعتنا سخنه قوي، بيفرق جدا في التشويح بتاع الفراخ عشان ما تنزلش ميتها وتبقى طريه من جوه لما تحتفظ بالسوائل اللي فيها. اول ما الزيت والزبده سخنوا معايا كويس قوي هبدا انزل بقطع الفراخ. عايزه بس اخلصها الاول من البصل اللي احنا متبلينه فيها، عشان البصل لو نزل او سبق الفراخ في الزيت هو اللي هياخد اللون وهيتشوح، ممكن كمان يتحرق والفراخ هي اللي لسه ما خدتش لون. فهنزل بالفراخ الاول بعد كده هنزل بالبصل. الخطوه دي زي ما اتفقنا مهمه قوي في طعم اللحوم او الفراخ عامه، حتى لو هنسلق الفراخ تشويح الفراخ الاول بيدي طعم تاني للشوربه، واللحمه كمان زي ما عملناها في فيديو الفته بتاع العيد برضو لازم تتشوح الاول قبل السلق بيدي طعم حلو قوي. هنزل بقى بالبصل زي ما انتم شايفين كده، بعد كده هسيبها شويه صغيرين تاخد من حراره الزبده وتبدا تاخد تشويحه، بعد كده هبدا ان انا اقلبها على الجنب التاني. زي ما انتم ملاحظين كمان الفراخ مش هتنزل ميتها خالص اثناء التشويح لان احنا معلين النار على الاخر، فبالتالي هتحتفظ بالسوائل جواها ومش هتنشف منها، هتبقى طريه من جوه ساعه التسويه. هنا الفراخ خدت معايا لون حلو من كل الجهات وهبدا اقلبها. في الخطوه دي بقى بعد ما اتشوحت واخدت لون واتغلفت كده كويس بالماده الدهنيه هبدا اهدي النار عليها واغطيها عشان تبدا تنزل ميتها وتشربها تاني. انا مش هضيف ليها اي سوائل خالص وده اللي هيخليها طريه، انها لما تنزل الصوص بتاعها وترجع تشربه هيخليها طريه وجوسي كده من جوه. زي ما انتم شايفين انا مضفت لهاش اي ميه خالص، كل ده نزل من البصل، البصل طبعا هينزل سوائل وهي كمان هتنزل الفراخ. في الخطوه دي انا سبتها تقريبا 10 دقايق في الخطوه دي. هبدا بقى ان انا انزل عليها البطاطس عشان تبدا تتشوح معاها، هسيبها برده بتاع 5 دقايق كده تتشوح. انا مش عايزه البطاطس تستوى لان لو استوت على النار هتتهرى مني في الفرن، فانا عايزاها تبدا سواها في الفرن مش على النار. هقلبها كويس في بعضها وعايزه البطاطس تتقلب شويه في الصوص بتاع الفراخ وتشرب منه، هيديها طعم حلو قوي. بعد كده هغطيها واسيبها زي ما قلت لكم برده 10 دقايق او 5 دقايق يمكن. بعد كده هبدا احط الصلصه تاخد غلوه واحده بس، بعد كده انقل كل ده في الفرن يستوى من اوله لاخره بقى في الفرن. هنا بعد ما عدى الخمس دقايق بصوا البطاطس بدات تترى سنه، اول ما الاقيها وصلت للمرحله دي هي ما استويتش بس يعني ابتدت تشرب من الصوص، اعرف على طول ان هي كده خلاص محتاجه انها تخش الفرن عشان تبدا السوا بتاعها. هنزل بالطماطم اللي احنا ضربناها او العصير اللي احنا عملناه، ريحته تحفه لما بيتحط على النار بقى، الفلفل مع الثوم مع البصل والعصير الطماطم بجد ريحته روعه. خدت غلوه هنا، هبدا بقى ان انا املح الصلصه بتاعتي، والثوم اللي احنا كنا شايلينه في اخر خطوه هحط منه بس على طرف المعلقه او يمكن فص ونص كده مفرومين، هيدي نكهه حلوه جدا. الثوم الني لما بيتحط في اخر الطبخه بيدي طعم حلو قوي، غير الثوم المتشوح اللي بيبقى في اول الخطوات لما بنعمل طبيخ ونحط ثوم متشوح مع البصل ليه طعم، والطعم الثوم الني اللي بنحطه في الاخر طعم تاني خالص. طبعا الفرن عندي سخن شغلته عشان ما يبداش يسخن والبطاطس تبدا تبرد، فالاتنين يكونوا سخنين هيكمل سوا على طول. نقلته في البايركس بتاعي وهدخله الفرن وارجع له. عندي هنا صينيه الفراخ لما طلعت من الفرن قعدت تقريبا 30 دقيقه او 35 دقيقه واخدت لون حلو جدا، فتحت عليها الشوايه بس في اخر 5 دقائق ومعايا كمان الفراخ استوت حلو جدا، والبطاطس طبعا هوريكم سواها دلوقتي بعد في اخر الفيديو. عايزه اقول لكم بقى الطريقه دي حلوه في ايه غير الصلصه اللي احنا عملناها والتركات اللي احنا عملناها في الصلصه اللي بتخلي ريحتها حلوه وطعمها كمان حلو، ان الطريقه دي احلى من ان احنا نسلق الفراخ ونطبخ على الشوربه بتاعتها. الطريقه دي بتخلي الطعم بتاع الطبيخ والفراخ مركز اكتر في الطبيخ اللي احنا بنعمله، فباذن الله تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ده سوى البطاطس وهوريكم كمان سوى الفراخ. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، هسيب لكم باذن الله المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف وكمان فيديوهات تانية تستفيدوا منها وتقولوا لي رايكم فيها.
واي تعليق ايجابي او سلبي انا برحب بيه. كنت معكم آلاء عامر من مطبخي.